بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. قال: بتثليث الميم وسكونها، هكذا عندكم، بتثليث الميم يعني بالضم والفتح والكسر والسكون. الجمعة والجمعة والجمعة والجمعة، انطق بها كما شئت، كلها صحيح. نعم. قال: بتثليث الميم وسكونها، وهي كما تعلمون صلاة الجمعة فرض عين يكثر منكرها، يكثر جاحدها. السؤال: هل الجمعة فرض مستقل أم هي بدل عن الظهر؟ أيوة، في خلاف بين العلماء، فبعضهم من قال، ولعله يعني هو الصحيح المرجح، لأن أصل الخلاف هذا بين أئمتنا، فبعضهم قال أن الجمعة هي فرض مستقل، بل هي آكد من الظهر، بل هي آكد من الظهر. ليه؟ قال: لأنه ورد ما، أو لأن ما ورد من الوعيد والتهديد في تارك الجمعة، صلاة الجمعة، لم يرد في الوعيد والتهديد لمن ترك صلاة الظهر. من يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات من غير ضرورة ماذا حصل له؟ طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. نعم. فيعاقب على ترك صلاة الجمعة عقوبة أشد من عقوبة تركه صلاة الظهر، فلذلك قالوا الجمعة أقوى وآكد من الظهر. يضاف إلى ذلك أن للظهر شروطا ليست موجودة، للجمعة شروطا ليست موجودة في الظهر. بناء على هذا نفهم ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم من هذا الكلام أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، لأنها لو كانت بدلا عنه لما احتاجت إلى تلك الشروط، ولما ورد فيها ذلك الوعيد الخاص. واضح سيدي؟ نعم. الله. شرع الآن الشيخ القدوري رحمه الله في بيان شروط صحة الجمعة، فقال: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع. قال: وهو، أي المصر، كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. وهذا عن أبي يوسف رحمه الله، يعني هذا التعريف للمصر إنما هو ثابت عن أبي حنيفة رحمه الله. انظر الشيخ ماذا قال؟ قال: قاض، أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. لما أتى بيقيم الحدود بعد قوله ينفذ الأحكام؟ قال: لأن تنفيذ الأحكام لا يستلزم إقامة الحدود، تنفيذ الأحكام لا يستلزم إقامة الحدود. فالمرأة مثلا إن كانت قاضية فهي تنفذ الأحكام، ولكن ليس لها إقامة الحدود. واضح الكلام؟ كذلك المحكم ينفذ الأحكام
ولكنه ليس له أن يقيم الحدود. فالأمير أو القاضي وجوده حتى يمصر المكان لابد أن يكون له سلطتان: سلطة تنفيذ الأحكام وسلطة إقامة الحدود. الله. هلا قد يقول قائل: لما قال ويقيم الحدود، ما قال والقصاص؟ قال اكتفى بذكر الحدود لأن القصاص والحدود لا يفترقان في عامة الأحكام، فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر. وعنه عمن؟ عن أبي يوسف رحمه الله، أنهم إذا اجتمعوا، أنهم الضمير راجع إلى من تجب عليهم الجمعة، أنهم أي أن من تجب عليهم الجمعة إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم. يعني فإذا كان كذلك كان المكان الذي اجتمعوا فيه كان مصرا. والأول وهو قوله كل موضع له أمير وقاض إلى آخره، والأول اختيار الكرخي وهو الظاهر، يعني هو ظاهر الرواية. والثاني اختيار الثلجي هداية، لما قال ظاهر الرواية يعني هو المفتى به والمعمول به. قال أو في مصلى المصر، إذا تقام الجمعة إما في المصر أو في مصلى المصر. أين يكون المصلى دائما؟ داخل المصر أم خارج المصر؟ خارج المصر. المصلى يكون خارج المصر في الفناء، في فناء المصر المعد لقضاء حوائج أهل مصر. فالمصلى تقام فيه صلاة العيد وتقام فيه صلاة الجنازة، لذلك قال أو في مصلى المصر، يعني إما أن تقيم الجمعة داخل المصر أو خارج المصر في مصلى قال أو في مصلى المصر، لأن مصلى المصر يعني من توابعه، يعني من توابع المصر. أهلا وسهلا. قال لأنه من توابعه، والحكم ليس مقصورا على المصلى. ما المراد بالحكم؟ يعني جواز إقامة الجمعة، والحكم أي جواز إقامة الجمعة ليس مقصورا على المصلى، بل يجوز في جميع أفنية المصر. والفناء معروف، فناء المصر هو خارج حدود المصر، هو المكان المعد لقضاء حوائج المصر. فيجوز تجوز الجمعة في جميع أفنية المصر لأنها بمنزلته في حوائج أهله، لأن أفنية المصر بمنزلة المصري في حوائج أهله، لأن المصر كما تعلمون وكما ذكرت قبل قليل هو معد لحوائج أهل المصر. هنا. ثم من كان محله من توابع المصر، يعني من كان مقيما في موضع هو من توابع المصر، يعني في فناء المصر أو في ربض المصر أو في قرية غير منفصلة عن المصر، ثم من كان محله من توابع المصر فحكمه حكم أهل المصر في وجوب الجمعة عليه. قال واختلفوا فيه يعني في الموضع الذي يعتبر من توابع المصر، واختلفوا فيه يعني اختلفوا في الموضع الذي يعتبر من توابع المصر. قال فعن أبي يوسف رحمه الله إن كان الموضع يسمع فيه النداء، طبعا يسمع فيه النداء ليس عن طريق هذه المكبرات، النداء العادي بالصوت، اي نعم، ولكن قد يحتج محتج واحتجاجه فيه وجهة نظر بأن يقول لا، المراد بمكبرات الصوت هذه. لما؟ قال لأن في الماضي كانت الأبنية غير مرتفعة فكان الصوت يصل إلى مسافات بعيدة، أما الآن الأبنية هذه تحجز الصوت عن
أن ينتقل إلى مكان فيقوم هذا المكبرات مقام الصوت العادي لو كان البناء غير مرتفع كما هو الحال في هذه الأيام. وهذا الإيراد يعني فيه وجهة نظر. الله. قال: فعن سيدي أبو يوسف: إن كان الموضع يسمع فيه النداء من المصر فهو من توابعه، وإلا فلا، إلا فإن لم يكن يسمع فليس من توابع المصر. وعنه عن أبي يوسف: كل قرية متصلة بربض المصر، كل قرية متصلة بربض المصر. فالربض ما هو الرباط؟ الربض هو ما حول المصر أو المدينة من بيوت ومساكن، يعني هي خارج حدود المصر، خارج حدود المصر، ولكن بعض البيوت المتناثرة والمساكن هذه تسمى إيش؟ هذه المنطقة الجامعة لهذه البيوت المتناثرة تسمى ربضا. قال: وصحح هذا الثاني، لأن أنه كل قرية متصلة بربض المصار، صحح هذا الثاني في مواهب الرحمن، وعلله في شرحه بأن وجوبها مختص بأهل المصر، والخارج عن هذا الحد ليس من أهله. قال شيخنا يعني ابن عابدين رحمه الله: وهو ظاهر المتون، يعني القول الثاني هو ظاهر المتون، وفي المعراج أنه أصح ما قيل، وفي التتارخانية ثم ظاهر رواية أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن المصر أو من يتصل به بالمصر، فلا تجب على أهل السواد، يعني أهل الخيم المخيمات الذين يعيشون خارج حدود المصر، فلا تجب على أهل السواد ولو قريبا، ولو كانوا قريبين من المصر. وهذا أصح ما قيل فيه، لما قال لا تصح ولا تجب، أو قال لا تجب، ما قال لا تجب، هذا لا يعني أنه يأثمون إذا أتوا إلى المصر وصلوا الجمعة، لا يأتون، ولكن لما قال لا تجب ولا تصح، يعني لو أنهم أقاموا الجمعة في مواضعهم لا تصح الجمعة هذه عندهم. نعم. قلنا الربض هو عبارة عن المكان الذي يجمع البيوت والمساكن المتنافرة خارج المصر القريبة منه. الربض يعني قد يكون قريب من الفناء أو داخل الفناء، أو داخل الفناء. نعم. قال: ولا تجوز في القرى، ولا تجوز الجمعة يعني في القرى، تأكيد لما قبله وتصريح بمفهومه، ولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان أو من أمره السلطان بإقامتها، حتى ولو كان عبدا، حتى ولو كان عبدا، عبد وكله السلطان بولاية ناحية فتجوز إقامته للجمعة، وإن لم تجوز أقضيته وأنكحته، ولكن يجوز أن يصلي الجمعة. أي نعم. يجوز الجمعة في المساجد تحت العمارات؟ لا، إشكال أين الإشكال؟ عندنا عند الحنفية يكره تحريما البناء فوق المساجد، يكره تحريما. المشكلة في هذا السكن الموجود خارج فوق المسجد، والناس كلهم عند الحنفية آثمون، إيه؟ لا يصح هذا، ولكن الجمعة تقام فيه، تقام فيه. إيه نعم. كذلك لو كانت المرأة سلطانة هل يصح أن تصلي الجمعة؟ هي صح أن تأمر بإقامتها وأن ينوب عنها، تأمر بإقامتها وتعين فلان أن تصلي، فإذا عينت نلتزم. واضح؟ أما هي لا تصلي. في النهاية لا تصح أن تكون إمام أصلا. نعم؟ لا تصح أن تكون سلطانة. سلطانة لا، أعطيت مثلا، كانت نائبة للسلطان مثلا في أمر ما، أو تصل كما يقال بالسلاح، بقوة السلاح أو غير ذلك.
فعلى فرض لو كانت سلطانتان جاز لها أن تولي ولكن هي إقامتها، فلو أنها قامت تقف وتخطب وتصلي فالصلاة باطلة، الصلاة غير صحيحة. قال لأنها تقام بجمع عظيم، يعني إنما شرط لإقامة الجمعة وجود السلطان أو وجود نائبه، لأن الجمعة إنما تقام بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة في التقدم بأن يوجد عالمان، هذا يقول أنا أتقدم وغيره يقول أنا أتقدم، فتقع الصراع بين أتباع هذا وأتباع ذاك. قال وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم، يعني وقد تقع المنازعة في التقديم بأن عندنا طائفتان في المسجد، عن اليمين طائفة تريد تقديم زيد، وعن الشمال طائفة تريد أن تقدم عمرا، وهكذا يتصارعا من أجل إقامة الجمعة، فيأتي السلطان أو من أمره السلطان فيقوم بحل هذه المشكلة. نعم لا يوجد ماذا؟ ما قال؟ وهؤلاء الحكام الموجودين في البلاد ماذا يعملون؟ لا يصلون. من قال لك لا يصلون؟ لا تسيء الظن بهم. من قال لك لا يصلون؟ لا تسيء الظن. لا تسيء الظن. هم يصلون لكن أنت لا تراهم يا أخي. قد يصلون أكثر منك. يصلون الجمعة وبعدها الظهر احتياطا. لماذا تضحكون؟ لهذا أحبابنا، معلش يعني لما نحن نسيء الظن بحكامنا؟ أعانهم الله على كل خير، ادعوا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء للحكام، ادعوا لحكامكم بالهداية والصلاح والسداد والتوفيق، وأعينوهم على الخير لا على غيره. نعم يؤثر إن كنت يا أخي إن كنت مخلصا بالدعاء فينتفعون، إن كنت مخلصا بالدعاء ينتفعون. أنت إذا أخلصت في الدعاء، إن أخلصت أنت في الدعاء ينتفع المدعو له. نعم نحن المطلوب منا أحبابنا أن نتعامل، لا تعصي الله في من عصى الله فيك، أطع الله في من عصى الله فيك. فإذا أطعت الله في من عصى الله فيك أظهر الله عدله فيه. انتبه، إذا أطعت الله في من عصى الله فيك أظهر الله عدله فيه. وعدل الله ما هو بالسهل مولانا، عدل الله عظيم. فلذلك المطلوب من أحبابنا نحن أن ندعو لحكامنا بالصلاح، وهذا خطأ كبير. بعض الناس يدعون على حكامهم، هذا لا يصح أحبابنا. النبي نهى عليه الصلاة والسلام. نعم لا يا أخي، هذا كلام ما تقول. إن كنت تراهم ظالمين ادعو لهم بالصلاح والهداية. هل يضرك أن تدعو لهم بالصلاح؟ لا. إن دعوت لهم بغير الصلاح يا أخي ادعو لهم بالصلاح، انتهى. لا نريد أن نخرج عن هذا الكلام. ادعو لحكام المسلمين بالصلاح والاستقامة ويكفي هذا، أما غير ذلك خطأ، غير ذلك خطأ. أنت إذا إنسان ظلمك ودعوت عليه، ودعوت قيل أحد الصالحين ظلمه إنسان فجعل يدعو له بالليل والنهار، فسمعه له أحد تلامذته فقال له عجبت منك يا سيدي تدعو لمن ظلمك حتى تمنيت لو كنت أنا الذي ظلمك. قال يا بني أنا أدعو له بالصلاح كي لا يقع ظلمه على غيره. انظر لهذه النظرة الإيمانية. فأنت هذا الذي ظلمك لو دخل جهنم ماذا تستفيد أنت؟ الجنة تتسع لك وله وللخلق كلهم. لذلك ادعو الله بالصلاح للناس. إذا رأيت ظالما ادعو له بالصلاح، إياك أن تدعو عليه، ادعو الله. النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، هل دعا على قومه أحبابنا؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ضربوه وأهانوه، كسروا رباعيته وأدموه وهجروه وسلبوا ماله وقتلوا أصحابه وخلص أحبابه، وبعد ذلك اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فلما تمكن من رقابهم اذهبوا فأنتم الطلقاء.
يعني نحن نريد أحبابنا أن فلان أن يتعامل بأحكام الشرع ونحن لا ننفذ أحكام الشرع، هذه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليتخلق بهذه الأخلاق، ادعو الله لمن أساء إليك، ادعو الله له بالصلاح والهداية والتوفيق ليظهر عدل الله فيه. ألا ترضى بعدل الله؟ من منا لا يرضى بعدل الله؟ كلنا نرضى بعدل الله. فادعو الله لمن ظلمك، لمن أساء إليك، ولا تطلب الانتقام منه. إياك. لما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الله، هل تعجزون أن تكونوا مثل أبي ضمضم؟ من هذا أبو ضمضم يا رسول الله؟ من أبو ضمضم هذا؟ هذا أبو ضمضم من أحد الصحابة الكرام، دخل الجنة من أوسع أبوابها، كان لا يبيت وفي قلبه حقد على مسلم، لا يبيت وفي قلبه حقد على مسلم. هذا هو أبو ضمضم، وهذا هو ديننا، وهذه هي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك مولانا ادعو الله لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يوفقه للهدى والصلاح والاستقامة إلى آخر ذلك. يا رب اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، أصلحنا جميعا. نعم. إزالة هذه المنازعة يجوز لغير السلطان إقامة؟ هلأ مولانا في الأحكام الأيام العادية الآن يأتي تكليف من الأوقاف. نعم. هذا التكليف من الأوقاف وبمثابة توكيل من رئيس البلد لهذا الإنسان، فلا يصح لغيره أن يصعد، لغير المكلف أن يصعد. فإن لم يأتي المكلف ممكن أن إيش يصعد إنسان ويقوم مقامه، ولكن لا يصعد من نفسه، ينتخبه الناس كي لا تقع المنازعة. كان يعني إذا زالت هذه المنازعة يجوز يعني صح؟ مولانا لابد من السلطان، المنازعة موهومة متوهمة، فإذا كانت متوقعة لابد من يفصل، ولابد من وجود من يلغي هذه المنازعة يقضي عليها، فلابد من وجود السلطان. مثلا في بلاد المحتلة يعني لا يوجد عندهم السلطان ولا نائب السلطان، يعني البلاد المحتلة يؤسسون ما يسمى بجمعيات أو مؤسسات، يلتقي المسلمون فيما بينهم ويضعون عليهم أميرا هم يولونه، فيفعلون هكذا كما هو الحال في الغرب، يفعلون أمير عليهم هو يوجههم يرجعون إليه، يعني يفعلون دويلة صغيرة فيما بينهم ويرجعون إلى أميرهم في الأحكام إلى غير ذلك. يعني لكل واقعة، لكل واقعة أحكامها. الله. ولكن أحبابي أنا أحذركم وأحذر نفسي من الدعاء على الحكام، لا تكونوا والله أني لكم ناصح، لا تكونوا كجهلة بعض الناس يقفون اللهم أهلك فلان اللهم كذا، هذا خطأ. قل اللهم اهده، لأنه إن هداه يعود نور هدايته على المسلمين كلهم، وإن أراد أن يهلكه أعاد ظلم إهلاكه على المسلمين كلهم. يا رب اللهم أصلحنا وأصلح بنا. قال فلا بد منه من السلطان، يعني أو من وكيل السلطان، تتميما لأمره، تتميما لأمر من؟ لأمر هذا الفرد، لأمره يعني لأمر فريضة الجمعة. قال ومن شرائطها. سيدي، نعم. ما المقصود من التقدم والتقديم؟ شرحنا هذا يا سيدي. طيب، المراد بالتقدم كما قلنا بأن يقول شخص أنا أريد أن أصلي، أنا وأنت في هذا المسجد ويوجد مسلمون، تقوم أنت أنا أريد أن أصلي الجمعة، فأقوم أنا لا أنا أريد، فيقع النزاع بيني وبينك والشجار. أما التقدم أنت عندك جماعة أتباع وأنا عندي أتباع، يقوم أتباعي ومعهم السلاح يقولون نريد أن نصلي يا فلان، يقوم أتباعك لا يقوم فلان، وتقع المنازعة. قال ومن شرائطها أي من شرائط الجمعة الوقت، فتصح في وقت الظهر، فتصح الجمعة في وقت الظهر ولا تصح بعده، فلو خرج الوقت
وهو فيها، فلو خرج الوقت والإمام في الصلاة استقبل الظهر، يعني يخرج من الصلاة يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويأتي بصلاة الظهر. ولا يبني على الجمعة، لما؟ قال لأنهما مختلفان، لأنهما مختلفان، الظهر والجمعة مختلفان من حيث الكمية ومن حيث الشرائط. واضح هذا الكلام. قال ومن شرائطها، يعني من شرائط الجمعة أيضا، الخطبة بقصدها، الخطبة بقصدها. فلو أن الخطيب عطس على المنبر، عطس وقال الحمد لله، لا يكفي، لابد أن يقصد بالحمد لله ماذا؟ الخطبة. لو أنه صعد المنبر وبدأ يعظ الناس، ولكن يعظهم لا بقصد الخطبة، هكذا جرى على لسانه وعظ، هل يجتزأ به؟ لا يجتزأ به، لابد أن يقصد بهذا الوعظ الخطبة. قالوا من شرائطها أيضا الخطبة بقصدها، بقصد الخطبة. إنا قال وكونها قبل الصلاة، يعني ويشترط كون الخطبة قبل الصلاة كذلك بعد الزوال، أن تكون كذلك بعد الزوال، وهذا مما ينبغي التنبه له. هنا قال بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة، يعني ويشترط أن تكون الخطبة بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة، ولو صما، ولو كانوا صما أو نياما. في ناس لا تنام إلا وقت الدرس أو وقت خطبة الجمعة. أين في يحكى عن، لا أعرف هل هذه القصة صحيحة أم غير صحيحة، عن جحا، معروف جحا؟ كان جحا عالما من العلماء، وكان محدثا، وكان محدثا، فمر من المرات، هكذا يحكى، دخل إلى البيت فكانت زوجته تعد الطعام وطفله الصغير يبكي، فقالت له زوجته هل قمت بتهدئة الولد وتسكيته؟ فقال يا زوجتي أنا هذا الأمر ليس من عملي، أنا عملي أن أقرأ وأتابع العلم. قالت له هذه المرة فقط، يعني وذكرته بأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عمله في البيت عمل أهل بيته. قال لا بأس بذلك، أتى بولده الصغير ووضعه أمامه وجلس هو خلف الطاولة وقال له حدثنا فلان، قال أنبأنا فلان، والولد يصيح وهو يقرأ الأحاديث بأساندها، ثم نظر إليه هكذا قال عجبا منك أيها الغلام، عجبا، عندي في المسجد بمجرد ما قلت حدثنا نام الناس كلهم، وأنت أخوك حدثنا تزداد صياحا، غريب غريب. فبعض الناس ينامون في بداية الدرس وفي خطبة الجمعة، فلو حضر أولئك الناس وناموا والحكم يصح، استغفر الله وأتوب إليه. قال بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة ولو صما أو نياما، حتى ولو كانوا مسافرين أو كانوا عبيدا، كل ذلك يصح. هنا فلو صدرت يعني الخطبة من غير قصد أو بعد الصلاة، يعني أو خطب بعد الصلاة، فلو صدرت الخطبة يعني بغير قصد، أو كانت الخطبة بعد الصلاة أو بغير حضور جماعة، لا يعتد بها، لا يعتد بهذه الخطبة، لكن جزم في الخلاصة بأنه يكفي حضور واحد، يكفي حضور واحد. وهذا الذي نص عليه رواه الشيخ الشرمبلالي في كتاب مراقي الفلاح، وقال أنه روي عن أبي حنيفة وصاحبيه صحة صلاة، صحة الخطبة وإن لم يحضر أحد. ثم قال ويروى عنهم رواية ثانية عن أبي حنيفة وصاحبيه أنه يشترط حضور واحد، ثم قال بعد ذلك الشيخ الشرمبلالي وهو الصحيح، وهو الصحيح، فكأن الشيخ الشرمبلالي صحح ما جزم به صاحب الخلاصة.
طبعا لابد من عدم الفصل بين الخطبة وبين الصلاة بأكل أو عمل قاطع. لذلك اختلف الفقهاء في أنه لو أن إنسان خطب وأثناء الخطبة أخرج ريح مثلا، فانتهى من الخطبة ثم ذهب إلى بيته ليتوضأ أو تذكر احتلاما وهو على المنبر ذهب ليغتسل ثم عاد، فذهب كثير منهم إلى أن لا يصح أن تبنى هذه الصلاة، لا يصح أن تبنى هذه الصلاة على تلك الخطبة. قال: والسنة في الخطبة أنه يخطب الإمام خطبتين خفيفتين بقدر سورة من طوال المفصل، يفصل بينهما بقعدة قدر قراءة ثلاث آيات. هذا على المذهب عندنا، على المعتمد في مذهبنا. نعم، حتى يروى عن الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى أنه قال: بقدر ما يمس جنبك الكرسي. يعني ما هي عبارة عن لحظات، هي عبارة عن لحظات. ولكن هذه القاعدة مما تعلمون كما تعلمون هي ليست شرطا عندنا، وإنما هي للاستراحة، وهي سنة، وتاركها يكون مسيئا، تاركها يكون مسيئا. تجدون الآن في الخطب هناك خلل كثير، يعني من الخطبة تجد الخطيب يصعد المنبر يطيل الخطبة ويجلس ربما ويطيل الجلوس ويذكر الخطبة من أولها لآخرها، يتكلم بكلام فصيح دون أن يأتي بآية قرآنية أو بحديث، ربما يأتي بحديث على استحياء أو بحديثين ولا يأتي بغير ذلك. أنا نادرا ما أسمع خطيب يأتي بخمسة أحاديث أو عشرة أحاديث على المنبر. والسنة مليئة مولانا، والسنة مليئة. خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلامه، ولكن يعني لا أعرف لما يفعلون ذلك. سأل الله الهداية للجميع. قال: ويخفض جهره بالثانية عن الأولى، يعني السنة أن يكون الصوت في الخطبة الثانية منخفضا عن الصوت في الخطبة الأولى. قال: ويخطب قائما، يعني ويستحب أن يخطب الإمام قائما مستقبل الناس على طهارة، ويستحب أن يكون على طهارة من الحدثين. بناء على هذا أحبابنا، لو خطب قاعدا أو على غير طهارة ما الحكم؟ جاز لحصول المقصود وهو الذكر والموعظة، ولكن يكره هذا الأمر لترك المتوارث عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قال: فإن اقتصر على ذكر الله تعالى الخطيب كتحميدة واحدة، قال: الحمد لله رب العالمين، واكتفى بذلك، أو تهليلة أو تسبيحة، ما الحكم؟ قال: جاز، يعني إذا قصد بهذا الذكر الخطبة جاز. عند سيدي أبي حنيفة رحمه الله مع الكراهة. نعم، هذه الكراهة تنزيهية أم تحريمية؟ نقل في الدر المختار أنها تنزيهية، وقال: وهو ظاهر القهستاني، كانه ينقل عن قهستاني ويقول بأن هذه الكراهة تنزيهية وليست تحريمية. الله، سيدي أبو حنيفة استدل على أن يكتفى بالخطبة في الخطبة بالتحميدة بقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بالذكر هنا بالاتفاق الخطبة، المراد بها الخطبة. وقد أطلق الله جل وعلا على الخطبة الذكر من غير تفصيل بين قليل وكثير، فاشتراط الذكر الكثير يكون زيادة على النص، يكون زيادة على النص بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المنقول إلينا بخبر واحد، والزيادة على القطعي الثبوت بظني الثبوت ما الحكم؟ ما يصح
واضح؟ هذا هذه استدلال سيدي أبي حنيفة. وقال لا بد لصحتها من ذكر طويل يسمى خطبة، وأقله قدر التشهد، قدر التشهد، أقله قدر التشهد، قدر مقدار التشهد. يعني لما قال قدر التشهد، يعني من قوله التحيات لله تعالى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا المقدار يكفي للخطبة. إينا. قال وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة أو لم يقعد بين الخطبتين أو استدبر الناس جاز ويكره لمخالفته المتوارث. تقدم كلامنا على هذا. قال من شرائطها، يعني من شرائط صحة صلاة الجمعة أيضا الجماعة، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق، لأن الجمعة مشتقة منها، الجمعة مشتقة منها من الجماعة. قلنا هذا بالاتفاق، يشترط لصحة صلاة الجمعة الجماعة. الخلاف حصل بين الإمام وصاحبيه في عدد الجماعة، في عدد الجماعة. نعم. لذلك قال الشيخ وأقلهم، يعني أقل عدد تنعقد بهم الجمعة عند سيدي أبي حنيفة رحمه الله 3 رجال سوى الإمام، يعني مع الإمام 4. وقال 2 سوى الإمام، يعني 3. قال في التصحيح ورجح في الشروح دليله واختاره المحبوبي والنسفي. أبو حنيفة دليل أبي حنيفة في المسألة، أبو حنيفة قال أن الجمع الصحيح في اللغة، الجمع الصحيح في اللغة أو لغة ومعنى يكون هو بإيش؟ بالثلاث. تقول رجال 3 ولا يقال رجال 2، فالثلاث جمع من حيث التسمية وجمع كذلك من حيث المعنى. نعم. الصاحبان كذلك استدلا على هذه المسألة بأن المثنى فيه معنى الاجتماع، إن فيه اجتماع واحد لواحد، فيه اجتماع واحد لواحد، والجمعة تدل أو تنبئ عن إيش؟ عن الاجتماع، لأنها مشتقة من الجماعة. فيكون استدلال الصاحبين صحيح واستدلال أبي حنيفة يكون صحيحا. فكيف نرجح؟ نرجح بأن الجماعة، الجماعة شرط وحدها دون الإمام، الجماعة شرط وحدها لصحة الجماعة دون الإمام، وكذلك الإمام شرط لوحده، فلا يعتبر الإمام مع الجماعة. لما؟ قال لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا. كان قوله فاسعوا ماذا يقتضي؟ يقتضي 3 لأنها أقل الجمع. فاسعوا إلى ذكر الله، وقوله إلى ذكر الله هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي وجود ذاكر. فاسعوا الخطاب للجمع، أقل الجمع 3 بالاتفاق. إلى ذكر الله يقتضي وجود ذاكر وهو الإمام، فذلك 4. حتى بعضهم ذهب أبعد من ذلك فقال أقلهم 5، أقلهم 5. ليه؟ قال لأن القرآن ماذا قال؟ إذا نودي إلى الصلاة، فإذا نودي يقتضي ماذا؟ وجود المنادي. أحبابنا هذا فهم للنصوص، هذا فهم للنصوص. أنا سبق ذكرت لكم يعني أن أن هذا ما رأيته مما يمتاز به مذهب أبي حنيفة، أنه يجمع بين النصوص ولا يقف عند ظواهر الكلمات، بل يدخل إلى داخل النص ليفهم ما وراء النص، رضي الله تعالى عن المسلمين جميعا. قال ويشترط، يعني لصحة الجمعة،
بقاؤهم أي بقاء الثلاثة المقتدين مع الإمام، بقاؤهم حتى يسجد الإمام السجدة الأولى. فلو نفروا بعدها أحبابنا، بالنسبة للهاتف النقال تكلمنا أكثر من مرة، يعني ضعوه صامتا، ضع الجوال صامت، وأنت الآن في الدرس مهما كان المتصل غير أمك وأبيك، غير الأم والأب، مهما كان المتصل ليس أهم من الدرس، غير الأم والأب. لو أن أباك اتصل بك أترك الدنيا كلها من أجله، لو أن أمك اتصلت أترك الدنيا كلها من أجلها، أنك إن تركت الدنيا تعوضها بكلمة واحدة من أمك إذا قالت رضي الله عنك، إن رضيت هي عنك تكون قد ربحت الدنيا وما فيها، ربحت الآخرة. أما ما عدا ذلك أحبابنا يعني الدرس أهم، فضع الجوال. أنا الهاتف عندي ما أجعله صامت، ليه؟ يعني أعرف أنه لا يتصل بأحد، لا تتصل بي إلا زوجتي، وأنا لا أستطيع. أمي يعني أمي متوفاة رحمها الله، رحم الله أمهات المسلمين جميعا، فإذا اتصلت بي زوجتي لا أستطيع أنا أن يعني لابد وأن أنظر. نعم. أستغفر الله. فلذلك أحبابنا ضع الجوال هاتف النقال عندك اجعله صامت. قال ويشترط بقاؤهم حتى يسجد السجدة الأولى، فلو نفروا بعدها تركوا الإمام بعدما سجد، يعني سجدوا مع الإمام السجدة الأولى ثم عرض لهم بعد ذلك عارض فنفروا قبل تمام الصلاة، ماذا الحكم؟ قال أتمها وحده جمعة. نعم. ما فهمت السؤال. أمة الخطبة هي ممكن تقام وما فيش حد حاضر غير الإمام، صحيح؟ هذا قول. أما المعتمد قلنا هذه رواية عن أبي حنيفة، أما المعتمد أنه لابد من وجود ولو واحد ليسمعها. لا، هذه في الخطبة، هذه في الخطبة. أما الجماعة الصلاة قلنا في خلاف. أبو حنيفة قال رضي الله عنه قال ثلاثة سوى الإمام، الصاحبان قال اثنان سوى الإمام. لا، لا يشترط. لو حضر الخطبة جماعة ثم ذهبوا ثم جاء غيرهم لا يضر ذلك. إيه نعم. هذا فيه خلاف عندنا، فيه كراهة أن يكون الإمام غير الخطيب، أن يكون الإمام، ولكن الكراهة ليست تحريمية، يعني لأن فيه مخالفة للمتوارث. الأصل أن يكون الإمام هو الخطيب، ولكن الفقير الله أنا ما أفعله وأبغض في الواقع هذا الأمر. يعني أنت خطيب، أنت صلي، أنت صلي. الخطبة صحيحة. في عندنا صورتان الآن، أنا خطبت بدون طهارتين، نزلت كان الموضأ قريبا مني توضأت، هذا ما في إشكال، صحيح وصليت. أما الإشكال المختلف فيه الذي في نظر فيه الفقهاء، توضأت وذهبت إلى بيتي، صليت وأنا محدث وذهبت إلى بيتي وتوضأت، وهنا فيها خلاف، هل تنقطع اتصال الخطبة بالصلاة أو لا ينقطع؟ فهذا عمل قاطع اسمه، هذا عمل لأنه يشترط الاتصال بين الخطبة وبين الصلاة. فالذهاب إلى البيت والرجوع هذا عمل قاطع أو ليس بعمل قاطع؟ الأكثر أنه عمل قاطع. فالأصل أن لو أنني خطبت وأنا على غير طهارة، نزلت والموضأ قريب مني توضأت، لا إشكال في ذلك، ولكن فيه كراهة لأنني خطبت بدون طهارة. ما فهمت؟ قلنا ذهب إلى بيته. تمام، كان خارج المسجد، خارج المسجد. أما لو كان الموضأ داخل المسجد، داخل المسجد لا إشكال في ذلك. تغير المكان.
أحبابنا ما أحد ينزعج من سؤال سائل، كلنا بدنا نفهم عبارة الكتاب. نعم، مين في عنده سؤال؟ ما في أحد عنده سؤال. لا، بالنسبة للخطبة قلنا لك ممن تنعقد بهم الجمعة، واضح؟ فلو كان صبي أو امرأة ما يصح. طيب، إذا قال ويشترط بقاؤهم حتى يسجد السجدة الأولى، فلو نفروا بعدها أتمها وحده جمعة، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. أما لو نفر الناس قبل أن يركع الإمام وقبل أن يسجد ولم يبقى معه إلا النساء والصبيان، يعني لم يبقى معه إلا من لا تنعقد بهم الجمعة، ماذا يفعل؟ قال سيد أبو حنيفة استقبل الظهر إن نفروا قبل أن يركع وقبل أن يسجد. وقال الصاحبان إذا نفروا تركوه لوحده بعدما افتتح الصلاة، قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا بهم تركوه لوحده، ماذا يفعل؟ قال صلى الجمعة وحده عند الصاحبين، صلى الجمعة عند الصاحبين. إذن قال ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين، لأنه المتوارث، الجهر هنا واجب كما تعلمون، وليس فيهما قراءة سورة بعينها على وجه الوجوب يعني. قال في شرح الطحاوي ويقرأ في الركعتين سورة الجمعة والمنافقين ولا يكره غيرهما. وذكر الزاهدي أنه يقرأ فيهما سورة الأعلى والغاشية، قال في البحر، ولكن لا يواظب على ذلك كي لا يؤدي إلى هجر الباقي، ولئلا تظنه العامة حتما. والله لو ارفع الصوت شوي ما سمعت. لا طبعا لو تركوه قبل السجود، بدأوا معه مثلا ثلاثة وقبل أن يسجد تركه واحد، يعني بقي اثنان، ما يصح كذلك، استأنف هنا يستقبل ظهرا. ثم شرع الآن الشيخ في بيان من تسقط عنهم صلاة الجمعة، فقال ولا تجب الجمعة على مسافر للحوق المشقة بأدائها، هذا الأصل، يعني في الأصل في وإن كان هو الآن قد لا يشعر بمشقته، اذهب فصليها لا مانع من ذلك، ولكن الأصل في السفر أنه توجد فيه مشقة. قال ولا امرأة، لأن المرأة منهية عن الخروج يعني من بيتها إلا للضرورة. قال ولا مريض لعجزه عن ذلك، يعني لما قال لعجزه عن ذلك بين لنا بهذا الكلام المرض الذي يعجز صاحبه معه من أداء صلاة الجمعة. قال وكذا الممرض إن بقي المريض ضائعا، يعني إذا خرج المريض الممرض القائم على التمريض وتطبيب هذا المريض يضيع المريض، يعني ما يستطيع أن يتابع أموره، فنقول لهذا الممرض ابقى مع هذا المريض، لا سيما إن كان والدا والولد هو القائم على مصلحة أبيه. قال ولا عبد، كذلك لا تجب الصلاة على عبد لأنه مشغول بخدمة مولاه، بخلاف الصلوات الخمس، بخلاف الصلوات الخمس فهي واجبة على العبد لأنه يؤديها بنفسه وفي زمان يسير، فلا يلزم بهذا الزمن اليسير ضرر على المولى. وكذلك الصوم يجب عليه لأنه قادر على الجمع بين الصوم وبين خدمة سيده، فلا يضر ذلك، فلا يلحق صومه ضررا بسيده. قال لأنه مشغول بخدمة مولاه. قال ولا زمن، ولا زمن، عندكم الزمن ضمن القوس ولا خارج القوس؟ خارج القوس. ولا زمن، يعني كذلك لا تجب صلاة الجمعة على الزمن. من هو الزمن؟ الزمن الذي طال مرضه، طال. قال في طلبة الطلبة قال هو المبتلى، المبتلى طال مرضه. وكان طبعا طال مرضه، أنا مثلا الآن حاطط نظارات، واضح، نظارات طبية، هذا مرض يعتبر،
النقص. هذا المرض هل يمنعني من حضور صلاة الجمعة؟ لا يمنعني. المراد مرض يمنع من حضور صلاة الجمعة. نعم. قال ولا أعمى ولا خائف، سواء كان الخوف من سلطان أو من غيره، يخاف على نفسه، فإذا كان خائفا غير مطالب. قد تخاف مثلا إنسان عليه ديون، ديون لزمته، فإذا خرج من بيته ألقي القبض عليه، ما الحكم؟ قال ننظر، إن كان مليئا مع فلوس ولكن هو لا يريد أن يدفع، نقول له لا تسقط عنك صلاة الجمعة، لأن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل دمه يحل عرضه يحل عرضه. شوفتك أنت إرهابي من جماعة داعش. يحل عرضه. أي نعم. فإذا كان مليئا لا تسقط عنه صلاة الجمعة، أما إذا كان غير مليء تسقط عنه. قال ولا خائف ولا معذور بمشقة مطر ووحل وثلج ولا قروي، كل أولئك لا تجب عليهم صلاة الجمعة. قال فإن حضروا وصلوا، حضر أولئك الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة حضروا لصلاة الجمعة، ما الحكم؟ قال وصلوا مع الناس أجزأهم ذلك عن فرض الوقت، يعني أجزأتهم الجمعة عن الظهر، لأنهم تحملوا المشقة فصاروا كالمسافر إذا صام، يعني في رمضان، ما الحكم؟ يسقط عنه الفرض. فكذا هؤلاء يسقط عنهم فرض الظهر بحضورهم صلاة الجمعة. قال ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم خلا امرأة أن يؤم في الجمعة، كل أولئك يجوز لهم إلا أن تكون امرأة فلا يجوز لها أن تكون إماما، لأن عدم وجوبها عليهم رخصة لهم دفعا للحرج، فإذا حضروا تقع فرضا. واضح الكلام؟ نعم. الحارس الذي يحرس يحرس، طبعا إن كان غلب على ظنه ضياع ما يقوم بحراسته لا يجوز له. ومن صلى، طبعا الذي يحرس شيئا يعني معتبرا شرعا، إذا كان يحرس خنازير مثلا، مزرعة خنازير أو مزرعة كلاب أو خمارة. نعم. وقت الجمعة مع وقت الدراسة، طالب هو ماذا يدرس؟ طالب ماذا؟ طالب طب أم شريعة؟ عفوا؟ هندسة وطب كان يدرس ويتعارض مع صلاة الجمعة، ألا يتعارض الدراسة مع الغيبة، مع السماع للموسيقى، مع الذهاب للنزهات، مع الفرجة على التلفزيون؟ ألا يتعارض الجمعة، ألا تتعارض دراسته إلا مع صلاة الجمعة فقط؟ لا يلتفت لهذا الكلام يا أخي. لا يعني يمنعه الجامعة من هذا. تمنعه الجامعة؟ أيوة، لا بد أن تحضر في الدرس. لا بد أن يحضر في الدرس، يعني هو يدرس في جامعة في بلاد الكفر. في بريطانيا يسمحون لطالب يصلي الجمعة، في بلاد الكفر يسمحون له. في بلاد يعني هذا يعني إجباري. لكل واقعة حكمها، لكل واقعة حكمها، إن خاف على نفسه يتركها، إن خاف على نفسه يتركها، كما قلنا الخوف الآن عذر مبيح. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله أستغفر الله. قال ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام، يعني كان يقول قال أنا اليوم لا أريد أن أصلي الجمعة في المسجد، كان عازما على عدم حضور صلاة الجمعة، فصلى الظهر وقعد. قال ولا عذر له، يعني والحال أنه لا عذر له. أي نعم. قال كره له، ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له، كره له ذلك، كره له ذلك، كره له ذلك تحريما تحريما. ثم قال الشيخ بل حرم
لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم. فتح قال وجازت صلاته يعني صحت صلاته جوازا موقوفا، جوازا موقوفا هذا عند الله أظن عند أبي حنيفة سيأتي الكلام. قال جازت صلاته جوازا موقوفا. الله سيأتي الآن معك. فإن بدا له يعني بعد أن صلى الظهر في البيت وكان عازما أن لا يصلي الجمعة عاد عقله أو عاد إلى رشده وإيمانه، استيقظ فيه واعظ الدين فقال أنا كيف أترك هذه الفريضة المحكمة، وتاب إلى الله وندم واستغفر وذهب ليصلي الجمعة مع الإمام. قال فإن بدا لهم أي لمن صلى الظهر في منزله يعني صلى الظهر ولو معذورا على المذهب بدا له أن يحضر الجمعة يعني بعد أن صلى الظهر في بيته فتوجه إليها، توجه إلى الجمعة والإمام فيها والإمام في صلاته الجمعة والإمام فيها أو لم تقم بعد أو لم تقم بعد لم تقم بعد صلاة الجمعة ما الحكم؟ بطلت صلاة الظهر. عرفنا إيش يعني صحة موقوفة؟ يعني الآن لم يجزم هل هي تقع عن الفرض الظهر أو تقع نافلة، فلما غادر بيته متوجها إلى صلاة الجمعة بطل وصف ما صلاه وانقلبت نافلة. واضح؟ قال فتوجه إليها والإمام فيها أو لم تقم بعد بطلت صلاة الظهر أي وصف فرضيته وصارت نفلا عند أبي حنيفة بالسعي بمجرد ما سعى إلى صلاة الجمعة، بمجرد ما توجه إلى صلاة الجمعة وإن لم يدرك صلاة الجمعة بطل وصف ما صلى وانقلبت نافلة. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله سواء أدرك الإمام في الصلاة أو لم يدرك الإمام في الصلاة. لما؟ قال لأن السعي السعي من خصائص الجمعة بدليل قول ربنا تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. فنزل سيدي أبو حنيفة رحمه الله السعي منزلة الجمعة في حق ارتفاض الظهر الذي صلاه في بيته وقال لا تبطل حتى يدخل مع الإمام، لا تبطل ظهره حتى يدخل مع الإمام. قال في التصحيح ورجح دليل الإمام في الهداية واختاره البرهاني والنسفي. قيدنا بكون الإمام فيها لأن السعي إذا كان بعدما فرغ منها لم يبطل ظهره اتفاقا. قال ويكره أن يصلي المعذورون. نعم عند أبي حنيفة رحمه الله مطلق السعي يبطل الصلاة، أدرك الإمام أو لم يدركها. الصاحبان قالا لا يبطل الظهر إلا إذا أدرك الإمام في الصلاة. يعيد نعم لأنه لما سعى بطل وصف الصلاة التي صلاها. لم يدرك الإمام ماذا يجب عليه؟ أحسنت سؤال جيد، يجب على أن يعيد الظهر مرة ثانية، يجب عليه أن يعيد الظهور. نعم. كما قلنا يعني إذا دخل مثلا في المسجد ثلاثة أعمى فقط ما في غير الأعمى يعني ثلاثة أعمى يعني ثلاث مصلين عميان. نعم. مع الإمام يعني هو ما هل نعدهم من الجماعة الذي شرطها الإمام يعني؟ إيش الأعمى لا تنعقد به الجمعة؟ نعم. تنعقد به الجمعة. وين المشكلة؟ الأول يعني هو ليس من أهل من أهل من؟ من أهل من أهل الذي وجب عليه الجمعة يعني الأعمى؟ إذا دخل وجب عليه يعني تنعقد عليه الجمعة؟ تنعقد به الجمعة؟ تنعقد به الجمعة؟ الكلام في من تنعقد بهم الجمعة. واضح؟ حتى المعذورون يعني كان عندنا ثلاث مسافرين
تنعقد بهم الجمعة، ثلاث مرضى تنعقد بهم الجمعة، ما في مشكلة. قال ويكره يعني تحريما، نص على ذلك في الدر، ويكره تحريما أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر، سواء كان قبل الجمعة أو بعد الجمعة، يكره تحريما لهم ذلك لما فيه، يعني لما في صلاة المعذورين الظهر بجماعة من الإخلال بالجمعة بتقليل الجماعة، بتقليل الجماعة. ومبنى هذا على وهم بأن المعذور قد يقتدي به غيره من الأصحاء، فهذا الصحيح الذي اقتدى بالمعذورين لا يذهب بعد ذلك إلى الجمعة فيخل بالجمعة. قال وصورة المعارضة، يعني ولما في صلاة المعذورين الظهر بجماعة يوم الجمعة من صورة المعارضة، يعني كأن هذه الجماعة صورة تعارض صورة صلاة الجمعة، لذلك تكره، لأن الجمعة لا تكون إلا بجماعة. المقصد من هذا أحبابنا قطع السبيل أمام أي أمر يمنعك من حضور صلاة الجمعة. قال قيدنا بالمصري لأنه لا جمعة في غيرها، فلا يفضي إلى ذلك، لما قال ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصري، أما في القرى لا يضر لو صلوا جماعة، لا ضرر في ذلك. قال وكذلك أهل السجن، أي يكره لهم ذلك لما فيه من صورة المعارضة، وإنما أفرده بالذكر لما يتوهم من عدم الكراهة بمنعهم، بسبب منعهم، الباء سببية هنا، بمنعهم من الخروج. قال ومن أدرك الإمام يوم الجمعة، ومن أدرك الإمام يوم الجمعة أي في صلاتها صلى معه ما أدرك، ومن أدرك الإمام يوم الجمعة أي في صلاتها صلى معه ما أدرك، سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وبنى عليها الجمعة، يعني وبنى على ما أدركه الجمعة، وهذا إن أدرك منها ركعة اتفاقا، وإن أدركه أي أدرك الإمام يعني في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. واضح الكلام؟ الكراهة يعني وكذلك أهل السجن بعده يكره، يعني هذا كراهة تحريمية من الكراهة كما أقول تحريمية، المنصوص عليه أنها كراهة تحريمية، هذا ما نص عليه في الدر. الله، في الدر، إيه نعم. الله، قال وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة أيضا عند سيد أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بأن أدرك ركوعها بنى عليها، يعني بنى على الصلاة التي صلىها مع الإمام الجمعة، بنى عليها الجمعة. وإن أدرك أقلها، يعني أدرك المقتدي أقل من الركعة الثانية بأن أدركه بعدما رفع من الركوع في الركعة الثانية بنى عليها الظهر أربعا، بنى عليها الظهر أربعا. نعم، عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يصح بناء الظهر، لا يصح بناء الظهر. ليه؟ قال لأن صلاة الجمعة لابد لصحتها من نية الجمعة، فهنا يكون قد نوى نيتين أو بنى نية على أخرى، وهذا لا يصح. فلذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يصح أن يبني الظهر على الجمعة. قال إلا أنه ينوي الجمعة إجماعا، إلا أنه هنا
قال وقال محمد إن أدرك معه أكثر ركعة الثانية بأن أدرك ركوعها بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها بأن أدركه بعدما رفع من الركوع بنى عليها الظهر أربعا. قال إلا أنه ينوي الجمعة إجماعا، يعني سواء أدركها في ركعة أكثر الركعة الأخيرة أو أقلها ينوي الجمعة. وعليه يقال أدى خلاف ما نوى، هذا عند إمام محمد، أدى خلاف نوى الجمعة وأدى الظهر. قال وإذا خرج الإمام يوم الجمعة من حجرته، الأصل أن الإمام في المسجد له حجرة يخرج منها ويصعد إلى المنبر. فقال الشيخ وإذا خرج الإمام يوم الجمعة من حجرته إن كان، يعني إن كان له حجرة، وإلا فبقيامه للصعود كان جالسا في المحراب فقام ليصعد المنبر، وإلا فبقيامه للصعود ترك الناس الصلاة والكلام خلا قضاء فائتة لذي ترتيب ضرورة صحة الجمعة. وتكلمنا كلاما واسعا عن صلاة المرتب إن صح التعبير. قال وصلاة شرع فيها كذلك، لو شرع في صلاة دخل المسجد قال أصلي سنة الظهر القبلية أو سنة الجمعة القبلية، الله أكبر، صعد الإمام يتابع السنة يتابع الصلاة. قال للزومها حتى يفرغ من خطبته وصلاته، فالصلاة والكلام كل ذلك ممنوع ما دام الخطيب على المنبر، بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح محيط. إنام على هنا في مسألة أن فيها خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. أبو حنيفة اعتبر صعود الخطيب المنبر إلى الانتهاء من الصلاة، أما الصاحبان اعتبرا كلام الخطيب على المنبر، كلام الخطيب على المنبر. فهما يقولان لو أنك كلمت أحدا في سكتات بين سكتات الإمام الخطيب لا شيء عليك، أو في الجلسة الخفيفة لا شيء عليك. لو أنك تكلمت من وقت نزول الخطيب من المنبر إلى توجهه إلى المحراب كذلك لا شيء عليك، هذا عند الصاحبين. لم يقصر صلاته كيف يقصر؟ مثلا أنا بدأت من أربع ركعات سنة وخرج الخطيب وبعد ذلك أنا لم أقصر الصلاة. أنت نويت أربع ركعات، تأتي بأربع ركعات كاملة، تأتي بأربع ركعات كاملة هنا. أما لو كنت نويت فرضا مثل، حتى لو كنت نويت فرضا فائتا تتم الصلاة. بلا فرق بين قريب وبعيد، لأن بعض، لذلك قال في الأصح، لأن بعض الفقهاء قال الاستماع للخطيب على خطيب المنبر شرط وغير ممتنع، شرط واجب في حق القريب الذي يسمع الخطيب. أما لو كان بعيدا ولا يسمع حيث لا توجد مكبرات الصوت قال لا يجب في حق الاستماع، فلو اشتغل بقراءة قرآن أو بكتابة أو دراسة أو شيء لا يضر، ولكن الصحيح أنه وإن كان لا يسمع ينصت. قال وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول، طبعا ذكر المؤذنين بلفظ الجمع بناء على العادة، لأن المتوارث في أذان الجمعة والشيخ القدوري كان في القرن الخامس أو الرابع، الشيخ القدوري كان في، فالمتوارث أن المؤذنين يجتمعون يوم الجمعة 2 3 4 5 ويؤذنون بصوت واحد كي يصل الصوت إلى أمكان أبعاد مكان ممكن. لذلك قال وإذا أذن المؤذنون، نعم، يوم الجمعة الأذان الأول، وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول لحصول الإعلام به ماذا يفعل؟ قال ترك الناس وجوبا البيع والشراء، ترك الناس وجوبا البيع
والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجمعة. طبعا المراد هنا بترك البيع والشراء ترك كل عمل ينافي السعي إلى الجمعة. يعني لو كنت جالس في البيت، أنت كنت جالس في البيت وأذن المؤذن، فبدأت الآن بشغل غير البيع والشراء، بدأت تشتغل بأمر من أمور الدنيا، أي أمر حتى لو كان بأمر من أمور الآخرة، ما الحكم؟ يحرم عليك هذا الآن، تترك كل شيء من يدك وتتوجه إلى صلاة الجمعة. فالمراد بترك البيع والشراء ترك كل ما يشغل عن صلاة الجمعة. فضل مثلا، يعني بعض الناس لا يفهمون الخطبة، يعني يجب، ولكن هو سمع الخطبة الصوت فقط لا يفهم أي شيء. كما قلنا الآن يجب عليه الإنصات، يجب عليه الإنصات. هنا نعم، ما سؤالك؟ لو كنت في المسجد مثلا، عندنا بعض الناس قبل صلاة الجمعة يبيعون بعض الأشياء في داخل المسجد. البيع بالأصل أحبابنا تكلمنا هذا الكلام، البيع في المسجد مكروه تحريما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرنا في الحديث أننا إذا رأينا من يبتاع في المسجد أن نقول له لا أربح الله لك تجارتك. فالبيع مكروه تحريما في المسجد. خارج المسجد ما في إشكال، ولكن داخل المسجد مكروه تحريما. بعد أذان ممكن؟ بعد الأذان لا في بيع وشراء، انتهى. قلنا بعد النداء يحرم، يكره تحريما البيع والشراء، يكره تحريما حتى ولو كان بجوار المسجد، يترك البيع ويتوجه إلى المسجد. لكن مع سعي، وهو يعني يباع ويشتري مع سعي. لا، إذا أحسنت ذكروا هذه المسألة، إذا كان يبيع ويشتري وهو ساع إلى المسجد لا إشكال فيها، لا يضر. يعني مثلا أنا في عامل التجارة أتساوم مع إنسان أريد أن أشتري عقارا، فخرجنا من البيت وتوجهنا للمسجد، وهذا الحديث عبارة عن عقد صفقة تجارية لا ضرر في هذا، لأن هذا البيع لم يش، كما قلت مولانا المراد هنا بالبيع ما يشغلك عن السعي، وهذا البيع ما شغلك عن السعي، ولكن بمجرد ما دخلت إلى المسجد انتهى. نعم نعم، تفضل. مثلا يوزن ومباشرة يصعد إلى المنبر، لا تترك السنة لجهل هذا الجاهل. لو هكذا أحوال بعد الأذان مباشرة يصلي، أنا لا أترك السنة، أدخل المسجد فإن كان فعل هذا أصلي السنة، أنا أصلي السنة. أي نعم، عندما تدخل المسجد مولانا صلي السنة، لأنه مولانا الذين ذهبوا إلى أن الأئمة الأربعة فقهاؤهم ذهبوا إلى أنه هناك في خلاف بين أفراد المذاهب، ولكن أرجع إلى الكتب المعتمدة عند الأئمة الأربعة، كلهم يقول لك يسن 4 ركعات قبل الظهر، قبل الجمعة. فيأتي الآن إنسان جاهل، أنا أنعته بالجهل وإن كان عنده علم، فيحرم الناس، ينزل الناس على مذهبه أو رأيه واقتناعه، هذا عين الجهل، أن تنزل الناس كلهم على رأيك هذا عين الجهل، الدين أوسع من ذلك. على كل مولانا، إن أنت أحببت ألا تصلي، نص الفقهاء على أنه من فاتته سنة الجمعة، عندنا فاتته سنة الجمعة القبلية يأتي بها بعد الصلاة يقضيها. فأنت مخير. بعد الأذان مباشرة الناس على المسجد، لو أنا لا أذهب إلى المسجد أصلي السنة وأذهب إلى المسجد، لا يصح، يكره ذلك في حقك، هذه الصلاة شغلتك عن السعي. ما قلنا قبل قد السعي من الخطبة عند سيد أبي حنيفة؟ الله، نعم. تحريم البيع والشراء في أذان الأول أو الثاني؟ أيوة، هذا فيه خلاف الآن بين العلماء. نعم، الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى، الشيخ الطحاوي قال المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام،
المعتبر هو أذان عند المنبر عند خروج الإمام، هذا ما ذهب إليه الشيخ الطحاوي. لكن المنصوص عليه في كتب الفقه، وهذا الذي أذكره أنا مذكور ذكره لا أذكر الذي قرأته في الحاشي وفي الدر المختار، أن الصحيح المعتمد هو المعتبر النداء الأول، النداء الأول، لأن الأصل أحبابنا كان النداء الأول يؤذن قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت، والأذان الثاني يؤذن به عند بين يدي الخطيب هنا. فالآن صار يؤذن الأذن الأول، الأذان الأول عند دخول الوقت، عند دخول الوقت، فصار هو المحرم، هو المحرم هنا. الله. قال عبر بقوله توجه للإشارة بأن المراد بالسعي المأمور به، يعني في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، هو التوجه مع السكينة والوقار لا الهرولة. استغفر الله. قال وإذا صعد الإمام المنبر جلس عليه وأذن المؤذنون بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث. إيش يعني بذلك؟ يعني بالأذان بين يدي المنبر بعد الأذان الأول على المئذن على المنارة جرى التوارث، يعني من عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى يومنا هذا، ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان، يعني الذي هو بين يدي الخطيب. نعم. ولهذا قيل، ولهذا قيل، إيش يعني ولهذا؟ يعني ولكون هذا الأذان، الأذان الأصلية الذي كان على عهد سيدي رسول الله صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله، قيل هو المعتبر. شوف قيل هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع وحرمتي. وقلنا هذا قول من؟ قول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى. والأصح أن المعتبر هو الأول إذا كان كما ذكر، انتبه، إذا كان بعد الزوال كما قلت قبل قليل لحصول الإعلام به هداية. فإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة وصلوا، ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب. من سأل هذا السؤال قبل قليل؟ أنت؟ نعم. ولا ينبغي أن يشفق، ولا ينبغي يعني إشارة للكراهة، تمام، ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب، لأن الخطبة أحبابنا الخطبة مع الجمعة كالشيء الواحد، كالشيء الواحد. نعم. قال ويكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها، ويكره السفر بعد الزوال، لأنه سافر بعد الزوال وغادر المصار سقطت عنه صلاة الجمعة. قال يكره هذا لأن فيه فرار، لأن فيه فرارا من الطاعة. ويكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها، ولا يكره قبله، ولا يكره السفر قبل الزوال، كذا في شرح المنية، كذا في شرح منية المصلي. ثم قال باب صلاة العيدين. نعم يا أخي تفضل. ما الدليل؟ قال ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب، السبب أنه عفوا قلنا يا أخي، قلنا لأن الجمعة مع الخطبة هي كشيء واحد، فلا ينبغي أن يقيمها اثنان، هي كالشيء الواحد وليست شيئا واحدا. لو كانت شيئا واحدا لقلنا لا يصح، ولكن الخطبة ما قلنا لا يصح الفصل بين الخطبة والصلاة. لما لا يصح؟ وقلنا يكره لو كان الفاصل قليل، لأن الجمعة الخطبة مع الجمعة كالشيء الواحد، أما لو كان شيئا واحدا ما يصح. واضح؟ لما صح ذلك. نعم تفضل يا أخي. هذا على مذهب السادة الشافعية. عندنا قال في الشيخ في البحر الرائق، قال وما زلت أفتي بحرمة
الركعات الأربع بعد الجمعة، ولا زلت أفتي. ليه؟ قال لأن العامة تظن أن هذه فرض أو واجب، لذلك المنصوص في كتب مذهبنا أنه يصلي أربع ركعات الخواص أمثالكم يعني طلاب العلم والعلماء في بيوتهم أربع ركعات في بيوتهم حيث لا يراهم عامي جاهل. هنا لورود الأثر وهو قوله عليه الصلاة والسلام الجمعة لمن سبق، الجمعة لمن سبق. وهنا مسألة طويلة متفرعة لها في تفريعاتها، وهي أن التعدد المساجد، هل يجوز تعدد المساجد الذي تقام به الجمعة فيها الجمعة أو لا يجوز؟ فبعضهم قال لا يجوز تعدد المساجد، وبعضهم قال يجوز التعدد. الذين قالوا يجوز التعدد، في عندنا قولان، بعضهم قال يجوز التعدد إن احتاج المسلمون للتعدد، وبعضهم قال يجوز التعدد مطلقا احتاج المسلمون أو لم يحتاج المسلمون. يعني هذا المسجد التسع ل 500 يصلي في 200، مسجد آخر قريب منه التسع ل 500 يصلي في 100، لا إشكال، هذا القول الثاني. ولكن الجامع بين الكل، إن حصل تعدد في المساجد وللضرورة بحيث ضاقت عليهم المساجد فالجمعة لمن سبق. فإن علم أن علم المسجد الذي سبق المساجد كلها وانتهى من الصلاة أول مساجد كلها صحت جمعته، ويجب على الباقي ماذا؟ صلاة الظهر، لأن الجمعة لمن سبق. فإذا جهل السابق ماذا نفعل؟ نصلي الظهر احتياطا. وضحت المسألة؟ عند الشافعية وعندنا احتياطا تصلى، مولانا عندنا احتياطا تصلى. أين؟ نعم، مثلا خطب إمام وممكن يصلي سيكون في صلاة إمام آخر. قلنا هذا، قلنا لا ينبغي ذلك. مهرت معنا هذه العبارة شيخنا، أين أنت؟ أين كنت؟ كنت مسافر إلى بلدك؟ أنت متزوج؟ هل أنت عاشق؟ خاطب؟ ثم إذا؟ إذا حصل نعم؟ إذا حصل فيه كراهة، لا 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 لا، فيه كراهة فقط مولانا، لا تعيد الصلاة. لما قال لا ينبغي يدل هذا أن الصلاة صحيحة ولكن فيها كراهة، هذا الفعل مكروه، وكراهة تنزيهية كذلك. نعم، متى فرض الصلاة الجمعة؟ بثلاث سنين؟ هي أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء طريقه في الهجرة، لكن لا أدري، أنا أظن أنها فرضت والله تعالى إما قبل الهجرة بقليل أو مع الهجرة، يعني مع الهجرة أثناء الهجرة، والله تعالى أعلم، لا أذكر ذا عن، لا أدري. سنتين بس المشركون لم يقرأ. أنت قرأت ذلك في كتاب؟ قرأته في كتاب؟ خلاص، إن كنت قد قرأت، أنا ليس في ذهني الآن هذه المعلومة، فإن كنت قد قرأت في هذا الكتاب فجزاك الله عنا كل خير والحمد لله رب العالمين. قال المصلي وعدنا المؤذن بين يدي المنبر، ما المراد من بين يدي المنبر؟ من خارج المسجد أو من داخل؟ لا، من داخل المسجد، بين يدي المنبر يعني داخل المسجد. هنا والحمد لله، ده ضفيت